الا ضرب الان بجانب المستشفى. الان الاطباء كلهم خرجوا، الان الاطباء كلهم خرجوا، ضرب بجانب المستشفى وضرب الناس اللي جنب الطريق بالضبط. واقول لهم انا ليبي وانا اسمي محمد مفتاح الصحيطي ومعي الجواز السفر، هذا جواز السفر، وهذا هو جواز السفر كان بلحيه، وكان ايضا هذا جواز السفر ايضا معي الكتيب، حتى هو نفس القصه، كتيب العائله ايضا، هذا كتيب العائله ايضا، كتيب العائله ومعه، وفيه ايضا الصورة، كتيب العائلة أيضا فيه الصورة. الآن الأطباء كلهم خرجوا، الآن الآن الأطباء كلهم خرجوا، الآن الآن الأطباء كلهم خرجوا، الآن وضرب الناس اللي جنب الطريق بالضبط، وضرب الناس اللي جنب الطريق بالضبط، وضرب الناس اللي جنب الطريق بالضبط، ضرب الآن بجانب المستشفى، الآن الأطباء كلهم خرجوا، الآن الأطباء. حصلت العربية على تسجيل محفوظ في شريحة هاتف جوال يظهر فيه نائب قائد تنظيم القاعدة في اليمن يوجه رسالة يطلب فيها الدعم المالي. التسجيل تحدث فيه المطلوب السعودي سعيد الشهري وظهر إلى جواره أحد المطلوبين اليمنيين. إنما يقوم به إخوانكم في أرض اليمن من جهاد مبارك ضد أعداء الدين والملة من اليهود والنصارى يحتاج إلى عصب الحياة وعصب الجهاد وهو المال، وهذا أخانا حامل هذه الرسالة ومن الثقات لدينا ذهب إليكم يدعوكم لما أمركم الله به الإنفاق في سبيله والجهاد بأموالكم.